صباح الخير يا جماعة. إن شاء الله في الفيديو ده هنبص كده مع بعض على نموذج من النماذج السيمبل الموجودة معانا هنا في الأبراج اللي بتنفذها الشركة الصينية تشاينا ستيت في حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية. طبعا يعني يخيل للبعض إن المبنى اللي قصادنا ده أو البرج اللي قصادنا ده هو مساحته صغيرة، لا هو احنا بس بنصور من بعيد. المبنى ده يفوق ال 30 دور، يعني المكان اللي انا بصور منه هو الدور ال 28 اللي مبنى مجاور ليه، بس طبعا حجمه رهيب جدا جدا جدا. حتى لو يعني لو عملنا زي زوم كده هنلاحظ ان لا المبنى مسطحه كبير جدا. طبعا يعني المبنى في مراحله الانشائية الاخيرة، وزي ما حضراتكم شايفين كده ان اعمال الوجايه ابتدت يعني بنسبة 50% يعني او اقل شوية انها تبتدي انها تنتهي. يعني المبنى ده في كذا نموذج منه، تقريبا حوالي 5 او 6 نماذج هنبقى نبص مع بعض عليها. يعني النموذج ده يعني الطابق الواحد مسطحه رهيب، ممكن يستخدم للاغراض التجارية، الناس اللي هي الشركات الكبيرة، شركات التكنولوجيا، قطاع الأعمال، البورصة، كل الحاجات دي إن شاء الله هيكون ليها يعني نصيب إنها تكون في المباني دي. يعني ده حاجة من الحاجات الجميلة جدا جدا اللي تم تنفيذها هنا في العاصمة. هنلاحظ تحت برضو في أعمال زي بوديوم وجراشات تابعة لكل مبنى هنا في المكان اللي احنا شايفينه ده. طبعا دي كلها حاجات لخدمة المباني. المكان هنا تحفة، جميل، يبعد دقائق يعني عن فندق الماسة لو الناس متابعة، ويبعد دقائق عن يعني الارتو، بينه وبينه الارتو حوالي بتتكلم في 5 6 دقايق بالعربية، والار 7 برضو، كل الحاجات دي. طبعا المستقبل هنا، حاول يعني يكون عندك خلفية ولو بسيطة عن المشاريع دي اللي بيتم تنفيذها هنا في مصر. لو جينا بصينا كده هنلاقي جنب المشاريع هنا في عندنا تحت هنا قصادنا في ده يعني اللي بيتم تنفيذه اسفل هنا، ده نفق. النفق ده داخل بين مبنيين هيتم ايصالهم، المبنى اللي انا واقف عليه، وفي وراه زي محطة رفع صرف ضخمة جدا جدا، دي برضه بيتم التنفيذ ليها. النهاردة حبينا نوجه بس يعني فوكس عن المبنى اللي قصادنا ده، تمام زي ما حضراتكم شايفين، وان شاء الله يعني يكونوا اخدتوا خلفية عن شكله. وان شاء الله في فيديو جديد نشوف مبنى جديد تاني ونتكلم عنه.